ما محصطين يعني حقهم من هاي الحكومة ولا من هذا الوضع اللي عايشين به بالبلد، لأنه يعني أنا عندي حالة مرضية حاليا بابن البيطار، صار عنده يعني بتر بالقدم، يعني أوبر مال التهاب ما مقدمي لها اللي هو من المستشفى أو من الحكومة، فمنين يحصلون الدعم يعني منين إحنا قاعد نجيب الأوبر ونجيب العلاج ونجيب هذا إله، يعني هذا حالة من حالات عايش المجتمع بهذا الوقت هذا، فما ماخذين أي حق من حقوقهم يعني كمستوى كمجتمع يعني، بس مو يعني مو كحكومة يعني. هسه أي واحد أبو محل أبو مصلحة بشارع بسيارة يعني من يشوف صاحب حاجة خاصة يوفر له كل اللي يحتاجه يعني كغير عراقية مو أكثر يعني، بس كحكومة لا، هذا الشيء ما شفناه يعني مع الأسف. الاحتياجات الخاصة ما موفرها من الدولة، والدولة ما موفرتهم أي شيء، لا بالطرق لا بالرواتب لا أي شيء بالمجتمع يعني، فخطيه مظلومين، فهي مظلومة من المجتمع العراقي للأسف الشديد. فإحنا نتمنى من الدولة أن في يوم من الأيام يعني تكون ساعدهم بهاي الأمور. أبسط الأشياء يعني إذا راجع دائرة ما بيها مستلزمات ذوي الاحتياج الخاصة، مصاعد ما موجودة ما متوفرة، بعض الدوائر دوائر أحوال الشخصية دوائر أخرى أنا هواي ملاحظها يعني، حتى وسائل مال يعني صعود من السلالم ما متوفرة لهم. ناهيك عن الإقصاء اللي حالهم يعني أصابهم بالفترة الأخيرة هاي، خاصة ما بعد سقوط النظام ولا حد الآن، وبالزمن السابق هماتين كان إقصاء عندهم كله كبيرة، فالدولة حيل مقصرة بحقهم. في الشارع هي موجودة، الشعب العراقي متعرف على هذا يعني، هواي ذوي احتياجات خاصة يحترمونه، يحاولوا يقدمون له مساعدة في أي مجال يحتاجه، يعني مستوى الشعبي أكثر من مستوى الحكومة مقدمين ذوي احتياج خاصة. والله هو بالنسبة يعني احنا بدنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بس احنا بالمجتمع الشرقي دا نعاني والله صراحة يعني دا نعاني يعني، بس أنا أشوف صراحة الشباب من عمركم أنتوا لا حيل يتعاطفون وياه، الدولة أصلا يعني انساها روحها حيل طويلة يعني، إذا نريد نراجع أو هذا حيل روحها طويلة، بس الحمد لله وشكر هو محبوب، هم ذولا يعني شريحة من المجتمع محبوبة. مع هذا يعني احنا معاناتنا يعني لا سامح الله دوة ما دوة يعني نعاني بيها والله صراحة.